على أهمية البخور. دكتور إحنا متعودين نسوي بخور ونحط بخور دائما في البيت، والبيت دائما بخر، أبخر شعري، أبخر ملابسي، أبخر غرفتي. ما مدى ضرر فعلا البخور على جسم الإنسان؟ الأنف والجبل الأنفية نتكلم فقط. طبعا يعتبر البخور مصدر رئيسي بالربع لسرطان البلعوم الأنفي، فاللي يستخدم البخور باستمرار بيكون أكثر عرضة من غيرهم لتعرضهم وإصابتهم بسرطان البلعوم الأنفي. نسبة البخور يحتوي على مادة سامة اللي هي أول أكسيد الكربون، تعتبر عالية السمية، وتنقل وتبدأ تنتشر في الغرفة بسرعة شديدة جدا. فلذلك ينصح طبعا إذا في حالة إنك أنت مضطر تبخر، ممكن تبخر لكن تخلي النوافذ مفتوحة على أساس تخرج هذه المادة السامة قدر المستطاع، وما تنام في غرفة فيها بخور على طول، ولا تبخر واحد نايم. هذه الأشياء جدا خطيرة. النقطة اللي بدي أوضح عليها برضو إنه في ناس يعتقدوا والله إن البخور هذا يطرد الجن ويطرد الجراثيم وبخور اللبان ولا شيء، هذا كلام تماما غير صحيح وهو مضر تماما بالصحة. بالنسبة لبخور اللبان أو اللبان العماني الأصلي، لما تجيبه وتبخره، في ناس يقول لك والله طيب ويطرد الجراثيم. أنا أعرف في بيوت لما يكون في أحد مزكم يبدأوا يبخروا كل البيت بالعطر عشان ينقلوا سبحان الله الفيروس من آخر، لأنه هي تتكاثر. المشكلة كلها في موضوع الفحم المستخدم وأول أكسيد الكربون اللي بيطلع، هذا غاز سام. إذا ما كان سام لي فهو سام لكثير من الناس، والمفروض المريض إذا في أي أحد في البيت عنده ربو ما يستخدم هذه الأشياء باستمرار. نعم اللبان العماني معروف عنه إنه يحتوي على نسبة طبيعية عالية جدا من الكورتيزون الطبيعي، فهو مفيد في حالة نقعه وشربه، هذا موضوع آخر حنتكلم عليه. لكن تبخير البيت بهذه المادة بدون فتح الشبابيك بيكون في مشكلة على الرئة وعلى الأنف والجيوب الأنفية. هذول للناس الطبيعيين، فما بالك بالناس اللي عندهم أساسا تحسس ولا مشاكل حساسية. في دراسات علمية كثيرة نشرت بهذا الموضوع، وأتوقع أنه قتل بحثا موضوع البخور وضرره على الأنف والصدر والجيوب الأنفية، لكن للأسف الناس ما زالت بتتجاهل. وما أتوقع والله أنه موضوع تثقيف، موضوع أنه البخور ضار صار منتشر وأغلب الناس يعرفوه، لكن ما زالوا يتجاهلوا الموضوع وتحولوا إلى مواد أخرى برضو فيها حرق زي البخور الذكي أو الأعواد هذه اللي هو حرق عود الند مثلا. هذه الأشياء كلها خطيرة جدا ومسوي مشاكل على الأنف والجيوب الأنفية. لكن للأسف طبيعة فطرة الإنسان لما يكون الشيء يعجبك، لما تكون تحب، طبعا في دراسة 2008 نشرت إنه البخور يريح الأعصاب ويقلل الاكتئاب. لذلك ممكن الناس تكون هذا السبب أخذينه والله إنه لا والله أبغى أبخر لأني أرتاح لما أشم بخور. إذا حابب ومضطر بخر، ما في أحد أبدا في البيت، بخر ملابسك، بخر الغرفة بالكامل، وبعد ما تجي احرص تماما انه يكون الشباك مفتوح حق الغرفة لفترة زمنية لا تقل عن نص ساعة عشان تتحسن.